الله يبارك فيك يا ليلي. أنا لو أعرف والله يعني كنت جيت من بدري، بس الحقيقة بالمرة بقى ممكن نخلي الفرح فرحين علشان أنا وهشام اتخطبنا خلاص. تعالي هنا أنا عايزاك. إيه؟ تعالي هنا. تعالي أنا تعبت منك تعبت. في ايه بس انتي بتجريني كده ليه وانا عملت ايه غلط؟ انا عايزه افهم ايه اللي انتي قلتيه بره ده؟ قلت ايه بره؟ اه قصدك على مفاجأة؟ انت بذمتك مش حلو؟ مفاجأة زي الزفت. هو انتي مش عارفه ان نانسي كانت متجوزه هشام؟ اسمها كانت ماشيه مع هشام. هي اللي قتل ادم دي؟ بقول لك يا ماما انا قلت لك 100 مره ان البنت دي كدابه وبتضحك عليكي وانتي عشان طيبه بتصدقيها، لكن صدقيني هشام ما كانش متجوز نانسي. على فكرة نانسي حامل مش منه، هو بيقول ان اللي بطنها ده مش ابنه. حرام عليكم، انت عارفة كويس قوي ان الولد ده كذاب. الولد ده ابوه. وبعدين عايزة افهم عقلك ده فين؟ ازاي تحطي نفسك في موقف زي ده؟ انت كده بتجني عليها. انا مالي ومالها؟ الله، اصلا دي بنت مش كويسة. عيب قعدتها عندك هنا غلط، سمعتها وحشة، هتخلي سمعة كل البنات اللي عندك زيها. ماما انا اتكلمت مع هشام واتكلمت معاه بكل صراحة، قلت له ان انا مستحيل ارتبط بواحد علاقاته كتير كده، وهو وعدني ان هو هيحترم نفسه ويمشي على عجين ما يلخبطوش، وده كان شرطي الوحيد علشان اقبل اتجوزه. ماما انت يهمك مصلحتي مش كده؟ وما دام يهمك مصلحتي يبقى اكيد هتوافقي على الجوازة دي. هشام بني ادم محترم وغني وابن ناس واهله ليهم سمعته. وبعدين صدقيني نانسي هي اللي فضلت تجري وراه لحد ما قبل يشغلها في المصنع، وبعد ما شغلها في المصنع هي اللي فضلت تلف عليه لحد ما وصلته للي هم وصلوا له. الولد اللي في بطنها ده لو ابن هشام كان هشام اعترف بيه، لكن هشام عارف كويس قوي ان اللي في بطنها ده مش ابنه. عارفه بقى ابن مين؟ ابن اشرف اللي كانت ماشيه معاه قبل هشام. ولو مش مصدقاني تقدري تسالي انكل سليم. الله صحيح، وانت ناويه تزوري امتى؟